روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أأنتم رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينكم هذه؟ فقال: نعم. فقال: وكلمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتكم هذه؟ فقال: نعم. فقال: وأمسكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيديكم هذه؟ فقال: نعم. فقال له: طوبى لكم يا أبا عبد الرحمن. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: ألا أحدثك ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بلى. فقال: قد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني ثم آمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فنحن نسأل ربنا سبحانه أن نكون في هؤلاء، نسأل ربنا سبحانه أن يجعل محبة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية واتباعا حقيقيا، ولا يجعل ذلك ربنا دعوة تضرب بها وجوهنا يوم نلقاه. والحمد لله رب العالمين.